ماشي هي في رمضان فقط، هي راك تراس في المغرب في ايامات ايامات العاديه كامله. الشحيس كسر في ايامات العاديه كامله اخويا، قبل كورونا كاع، قبل الوباء، حنا من نهار عقلت وانا الشحيس كاين في البلاد، حيت دوك اللي خاصهم يشحتوا ما كيشحتوش، ودوك اللي عندهم هما اللي كيشحتوا. على ما بالي 85% عندهم وكيشحتوا، والناس كتعاني بشكل كبير وما عندهاش، وربي العالم به كتلقى ناس مساكن ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش ما عندهم ما لا يخلصوا لا كرا لا ما لا ضو ولا معيشه لا، فهمتي؟ الجيب مفشوش ومسكين ما كيقدرش يخرج يشحس. هاد الدايره كترات، وعاوتاني خص بنادم يحضي ويرد باله باللي دابا انا ركبت في الطوبيس لقيت واحد السيد داير مضاضر ديال بحال ديال السدور، عرفتيهم كحلين، هو مالو عنده جوج ديور وطالع الطوبيس مطلع معاه بنته وكيشحت كيشحت عن طريق هو بصير، هو راه ما بصير ما والو، وانا شتو عرفته وقلبت وجهي، فهمتي؟ مبغيتش نفرشو. وخويا والله يهدينا شحيت بزاف، قال لك عزة النفس حتى الموت، بنادم اش غيعطيك العطي هو الله سبحانه وتعالى، كاين اخويا ولا لا؟ الله ما كي العبد ما كيعطي والو، غا انت بقى بعزك، انسان حاول دير شي حاجة في حياتك تقدر تبيع كنينيكس كذا وهادي لعيبات وتجيب اللي قسم الله، ما شحيت بزاف خيبة صاحبي. وواحد الداير عاوتاني كثرات حتى في الطوبيسات اصاحبي، انت مريح كيلوح لك بنادم اللعيبه ديال الكارت لاسنيونال، فهمتي؟ كيلوح لك فوق فخدك كيلوح لك كتولي تضطر تهزها وتعطيه مع عائله وعند ثلاثه الاولاد. واخويا عزة النفس اخويا حتى الموت، انا عارف الصالير ضعيف في الشعب المغربي كيعاني بشكل كبير، الصالير ضعيف اخويا واش كيفات؟ لا يعقل شعب مغربي مواطن مغربي خدام 2500 درهم وكارب 1500 درهم، واش بقى لي 1000 درهم ديالاش؟ الماء، الضو، المعيشه، اللبس ديالو، الحمام، كذا، لا بغاو الوليدات شي لعيبه. انا راه كنبزز، انا كتجيني بيزار الشعب المغربي كيفاش تعيش، الصالير ضعيف، 2500 درهم كيخلص هادشي كامل، كيفاش كيقدر يكمل بشي لعيبات اخرين ديال شي فريريشه وتوشيه وهادي، ولكن الصالير راه ضعيف، انسان راه كيخرج للشحيت. ولكن كنطلب من الناس اللي عندهم ما بقاوش يشحتوا، خليوا اللي يشحت هو اللي ما عندوش اللي كيعاني وجيبو مفشوش، فهمتي؟ جيبو فيها مسكين عقرب، جيبو مفشوش، خليه مسكين الله يكون في العون الجامع. وحنا كاع ضعفاء والحمد لله، ولكن راه ما يعطينيش خاطري نماطي يدي، وانا راه 6 شهور وانا مريح دير اكسيدون، فهمتي؟ ودير حادثه، يلاه خارج من الخدمه، وجا واحد قال لي بغيت نوصل، سمحوا لي نخرج على الموضوع، انا بغيت نوصل واحد الميساج للناس المغاربه يعاودوا يدخلوا سوق راسهم، انسان لا كاين يدير شي حادثه عاود سير تكمش، انا راه داير حادثه ومهرس من يدي، وناض واحد من القهوه هو خلى القهوه وناض عندي وكيقول لي خويا انوض نوض راه غيلعب معاك، راه موز الزيبره راه مهور، انوض راه غيلعب معاك. قلت له نوض انا سونطرو وسير تخدم، وسير نوض انت خلص قهوه ديالك، نوض انت سير قلب خلص قهوه ديالك، راه هي كبرت معاك من 8 وانت حاط قهوه، ملي ضربت انا مع 6 نايض على قبلي باش تريبني، نوض مشي للدار لقى راسي عندي حديد عندي الومنيوم، اتعقل عليا وعاودوا دخلوا سوق راسكم. لا كانت شي حديثه، لا كانت شي حاجه بسيطه، راه باينه بنادم بغى ينوض، ولكن لا شي واحد معطوه ما بقاوش تقولوا لي نوض المغاربه، وكونوا عندكم الكرامه والشخصيه. اخويا ما نكذبش عليك، عزة النفس حتى الموت، والشعب المغربي راه غادي غف في الغرق، يعني كل شيء ولا كيشحت، كل شيء وداك الشيء ديال التيك توك وكل شيء ولينا كنشوفوا، واحد كيشطح مع بنته صاحبي وشيباني كيشطح مع بنته من اجل المال تيك توك. اش بغيتي اخويا بهذا الجدريه كاع حرام؟ وسير اخويا اتق الله وسير صلي وطلبوا الله، وراك راجل كبير اصاحبي ودايرين الشوها، ما بقيت كنشوف والو. انا اخويا راه ما باغي لا بيز زابوز، انا القناه ديالي في اليوتيوب ما بغيش الريقلها كاع، انا بغي نوصل ميساج للمغاربه خوتي، لما عزوا نفسكم، عزوا نفسكم واخا الوقت صعيبه وكذا، عزوا نفسكم. ماشي بحال واحد حيحات عليه المراه، نو جيب حولي نو جيب حولي نو جيب حولي، شاف تعيا صيفطها لدارهم، خرجت الثلاجه باعها جاب حولي، قالت لي مزيان وي، قلت لي الحولي فين هو؟ جبتي الثلاجه فين هي؟ قال لها الثلاجه راه بعتها. قالت لي جبتي الحولي فين غدير الحولي؟ قال لها غنديرو في ماريو. شو من الاجل من اللي دارت لي حبوبه مرت وجيب حولي، جاب يا تروح جيب حولي يا جيب حولي يا تروح جيب حولي، حيحات عليه مشى مسكين شرد خرج ثلاجه باعها وجاب حولي، والحولي دارو في ماريو. الشعب المغربي راه مسطي، الشعب المغربي راه فاقدها اخوي، ما نكذبش عليك. ونختموها بشويه تقليد، ضربة حرة غير مباشرة لريال روبرتو كارلوس داخل مربع تمريرات، تدخل الحكم بهذا اللقاء، مرغرام زيدان لحدو زيدان، كل ما سقط الشارع زاد تمرنا تمريرة جيلوس، روبرتو كارلوس داخل مربع تمريرات، تدخل الحكم بهذا اللقاء نزار
السلام عليكم، معايا متابعي اخر حبيبي الاسم بشعيب، شعيب سلام الله فريز وتسود درهم سود ربريشه من الشهديه 14 درهم. العنب ابيض ولا الكان الابيض؟ الموسكه راه السوق، الموسكه راه السوق. دوق لا دوق حتى جنا الكلمه ها صحات لقيت ها البقره ديال الرحال على حوها في البير نعامس لاش لها كاين الزيبه. شوف تجيب الخبر من الهوطه تخبر الجدرمي دخلوا الضوء سير قديشه. انا غادي ساعات القيد ورقه ديالك قولي ما عنديش، ورقه ديالك قولي ما عنديش، راه خذك الباب نزل. وشكرا والله يحفظ الجميع، وانا ما باغي لا بوز لا بيز، كنوصل الميساج للمغاربه عزوا نفسكم شويه وراه كثرتوا من الشحيت. وانا خويا راه استشروني ندير عمليه استشرونا هز يدي هز معايا دري صغير وما قدرش نشحت والحمد لله، وما محتاج ماشي ما محتاجش محتاج ها شهاده طبيه ها هادي ها بروبليم في المحكمه ها هادي هادي وما كنشحتش والحمد لله ربي معانا. وعز نفسك الله يرحم لك الوالدين ونختموها بالجمهور. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.